بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم ازاي نستخدم الريفولف، ازاي نعمل حاجة مفتوحة وازاي نعمل حاجة مصمتة. فأول حاجة، لو احنا عايزين نعمل سلندر كده، ففي طريقتين، في طريقة الاكسترود كات وش شرحت قبل كده، وفي طريقة تانية هي طريقة الريفولف. فتعالوا نجرب طريقة الريفولف. فاحنا هنرسم عادي شكل مستطيل كده، تمام. فالريفولف كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنتخيل الشكل ده لما يلف حوالين نفسه 360 درجة. فاحنا لو احنا عملنا المستطيل ده يلف حوالين السنتر لاين ده ب 360 درجة، هيعمل لنا شكل سلندر. تعالوا نجرب كده، ده كده هيعمل لنا شكل ايه؟ شكل سلندر زي اللي معمولة دي، سلندر مصمت. طب انا دلوقتي عايز اعمل السلندر دي مفتوحة، فانا ممكن اعمل الشكل ده وبعد كده اعمل اكسترود كات من فوق بالشكل ده. طيب برضو احنا عايزين نعملها بخطوة واحدة، عشان زي ما قلنا ان احنا عايزين اسرع طريقة. فهنعمل ايه؟ ممكن بقى نعمل المرة دي مستطيل بعيد شوية. طب تعالوا نجرب نشوف ايه اللي هيحصل لما نيجي نعمل ريفولف. فهنلاقي ايه؟ هنلاقي ان هو عمل لف حوالين الخط ده 360 درجة، وساب ساب جوه سلندر الدايمتر بتاعها 2 في البعد ما بين المستطيل والسنتر لاين. طب لو احنا عايزين نجرب مثلا نعمل حاجه زي ازازه كده، فنيجي نعمل سكتش. طيب فاحنا قلنا ان احنا ممكن نعمل شكل اللي هو الازازه، ممكن نعمله مصمت وممكن نعمله مفتوح. طب لو تعالوا نجرب ده ونجرب ده، فلو احنا عايزين نعمله مثلا مصمت، تعالوا بس نعمل اي شكل كده. فكده هيعمل لنا شكل مقفول. طب انا دلوقتي عايز اعمل الشكل ده مفتوح، فانا ممكن اعمل فيه اكسترود كات. بس انا افرض انا عايز الفتحه اللي جوه برضو هتبقى ايه؟ بشكل كده مش 2D بس، يعني مش سلندر، فهي شكل دايره 2D ومعمول لها امتداد في البعد الثالث. فاحنا برضو هنعملها بنفس الطريقه اللي احنا عملنا بيها السلندر المفتوحه. هنيجي هنا، نختار الشكل اللي احنا عايزين نعمله. طبعا ممكن نعمله بقى بحاجة تانية غير السبلاين. فاحنا دلوقتي هنلاقي ايه؟ بشكل حاجة مفتوحة من كل الطريقة بشكل ايه؟ نفس الشكل اللي احنا عملناه الريفولف. فاحنا اهم حاجة في الاول خالص ان احنا نتخيل ايه الشكل اللي احنا هنعمله ريفولف على 360 درجة ونعمله. ولو هو حاجة مش سيمتريك، فاحنا نستخدم اكتر من فيتشر. فاحنا هنشوف هو السيمترية دي موجودة على انهي حاجة، يعني موجودة على بلين كامل، موجودة يعني مثلا هو دايرة وهنعملها على بلين كامل زي السلندر، فاحنا ممكن نعملها باللي هو الاكسترود اكسترود بوز بيز. طيب وممكن لو احنا شفنا ان هو سيمتريكال حوالين 360 درجة زي الكورة مثلا او زي الشكل ده، فاحنا بنعملها بريفولف. شكرا.